صباح الفل والنشاط، صباح الحيويه، صباح كل حاجه حلوه على صباح البلد. فقرتنا الرياضيه النهارده مع كوتش حسام، هذه الفقره اللي احنا يعني بنتبهدل بنتمرن فيها. قبل ما تبدا شغلها كده لازم تاخد معايا ساعه تمرين هنا تخلص وبعد كده تبدا يومها بقى. طبعا جالنا اسئله كتيره جدا بخصوص الجيم والبيرسونال ترينر او المدرب البرايفت، عايزين نعرف ازاي نختار الجيم بتاعنا وازاي نختار. بيسالوا ليه فعلا، ليه احنا محتاجين مدرب ولا لا، واحنا بنروح الجيم بالظبط. ناس بتسال عايز تعرف يختاروا الجيمات ازاي ونختار ازاي، يعني هي ده حقيقي. احنا عامه دايما احلى صباح طبعا لما بنشوفكم يعني بس دايما بنكلمكم على ان انتوا موجودين في البيت وبتمرنوا في البيت. في بعض الناس بيبقى عندهم المقدره ان هم يروحوا الجيم، طب لما نيجي نروح الجيم هنعرف نختار الجيمات بتاعتنا ازاي؟ هل اي جيم وخلاص؟ لا، بيبقى في اولويات، يعني رقم واحد بنشوف الجيم الاقرب للبيت، بس لو الاقرب للبيت دوت ما فيهوش الامكانيات والاجهزه اللي تساعدنا ان احنا نوصل للجول بتاعنا يبقى مش مهم ان هو يكون اقرب، ممكن نروح واحد ابعد بس يكون لينا تارجت. انا عايز مثلا اخس فانا محتاج ان انا يكون في كلاسز مناسبه ليا، اللي هي التدريبات الجماعيه تبقى مناسبه ليا، الاجهزه تبقى الترتيب بتاعها يبقى فيه امان علشان ما يجيليش اي اصابات وانا بتمرن. اكيد. فالمدربين نفسهم يكونوا جاهزين دايما ان هم يساعدوني، فلازم نتشيك الحاجات ديت. طب بالنسبه كوتش حسام المدربين، لو انا عايزه يبقى في معايا مدرب برايفت بختاره على اساس فكره إيه؟ المدرب البرايفت يا فرح مش بس ان انا يكون حد موجود معايا بيديني تمرين، التمرين في ناس ممكن تجيبه من حتت كتيره جدا، بس هو بيعمل كاستمايز او تدريب برنامج معين للشخص ده. وكمان لازم احنا نتاكد ان الشخص اللي احنا بنتمرن معاه ده يبقى سيرتيفايد، معاه شهادات في التدريب، ممكن نشوف ليه قصص نجاح ان هو في صور بتاعت حد بيفور وافتر، ده بيفرق كتير في ان احنا يبقى طبعًا عندنا الثقه في المدرب ده. انه احنا في الاخر نقدر نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه. هو اصلا بيوصلنا للتارجت بتاعنا في وقت اقرب، وبيخف بيزود السيفتي عندنا في التدريب، وكمان بيدينا موتيفيشن. الحاجات ديت ممكن ما نقدرش نعملها لوحدنا. تمام. فانا اعتقد ان دي الحاجات ديت لو بدانا نفكر فيها واحنا بنختار الجيم او بنختار المدرب هتبقى سهل علينا ان احنا نوصل لاحسن نتيجه. اكيد. طيب عندنا تمرين كتف النهارده. هنتمرن كتف؟ اوكي. كتف احسن دايما من الرجل يعني. تمرنت الرجل بتبقى صعبه على الناس. الكتف عندنا بيتقسم لكتف امامي وجانبي وخلفي، هنحاول نعمل تمرينتين لكل زاويه. اوكي تمام. فهنتعب النهارده. تمرينات الكتف ديت في مثلا لو حد عنده اصابه ممكن الدكتور يطلب منه ان هو يقوي عضلات كتفه، او لو حد شكل كتفه محتاج يزيد شويه فالتمرينات دي بتفرق، نقدر نعملها في البيت بالازايز الميه او ازايز الميه. اوكي تمام. اول تمرينات النهارده هتبقى للكتف الامامي، هنحاول نعمل احنا في البيت هنعمل 15 عدة، 1 2 3. هاي الحركه هي. لازم تبقى بطيئه عشان نشغل العضله مش كده؟ احاول اكنترول وانا طالع وانا نازل، يعني ما برميش الوزن لفوق وارميه لتحت، لا بطلع وبنزل بالراحه. ده اول تمرين هحاول اعمل منه 15. التمرين الثاني ان انا برفع ايديا الاثنين فوق. احنا قلنا الوقفه نفسها مش كده؟ التانيين التانيين ركبتنا شويه. خلاص بقيتي بروفيشنال، خلاص تعرفتي تقفي ازاي على طول. والله مش محتاج. والله يا كوتش ماشي. وببدا هنا بقى بزق لفوق. 1 انا صح كده؟ 2 3. هي 4 على قد ما اقدر ان انا كوعي يبقى قريب. ايوه هي هنزل لحد ال 90 درجة وهطلع. اوكي تمام. ده التمرينين دولت للكتف الامامي. الكتف الجانبي احنا محتاجين ان احنا نشتغل هنا. 1 ومش فاردين؟ كوعي متني تانية صغيرة، مش عايز دي، عايز دي. 1 2 3. رجع ايدك لورا شوية يا فرح. 4 5 كده 6 7. هايل. 8 2 كمان. 9 10. التمرين اللي بعده حاسه فعلا الكتف الامامي والجانبي مع بعض. الكتف الامامي اللي هو ده. اوكي. والخلفي اللي هو اللي ورا. الخلفي اللي ورا والجانبي هو اللي في النص. تمام. ايديا هنا هطلع الاثنين مع بعض وبعدين الف كده. بعد كده ابدا التمرين. 1 2
ثلاثة أربعة خمسة. وأنا شغال دايما بطني مسدودة وركبتي متنية وما نخبطش زي ما انا خبطت كده. كل تمرين من دول 15 ايه؟ ما نخبطش زي ما انا خبطت كده. ما نخبطش ايدينا في بعض. التمرين اللي بعده ده مهم قوي. تمام. علشان دوت بيساعد ان احنا ظهرنا يبقى مفروض. دي مشكلة يعني مشكلة اغلب الناس انه احنا دايما قاعدين على الموبايل ودايما قاعدين في المكاتب فضهرنا بالظبط. صح صح. فالتمرين دوت هيقوي عضلات الظهر والكتف الخلفي. انا هنزل هنا هبدا اطلع بالراحة. واحد اثنين. هنا بقى احاول ان انا هو يطلع لبره شويه. ثلاثة كده الوزن تحت. ايوه اربعة. هنا يا فرح. اوكي كده. خمسة. ايوه كوعي لبره شويه. ستة بالشكل ده. هي كوعي لبره اكتر شويه. كوعي هنا. كوعي مش ايدي. ايوه ده. ايوه كده. بطني مشدودة، ظهري مفرود، بتنفس وأنا بعمل الحاجة المتعبة. تعبتي؟ لو عملنا التمارين ديت من كل واحدة يا فرح ممكن 15 عدة 3 مرات هنحس بفرق كبير في قوة كتفنا وكمان هيبعد عندنا أي إصابات. أنا أوريدي حاسة بالفرق من دلوقتي. كتفي كبر قوي. شايفين العضلات؟ كده هتدخلي البطولات بعد كده. صباح الفل يا كوتشي. باي باي.